يسعد أوقاتكم ويعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون طريقة عمل الكوكيز التقليدي بالمنزل. إن شاء الله الوصفة سريعة وسهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت، خليكم معنا حتى تشوفوا طريقة عمل الوصفة. عندي هون 113 جرام من الزبدة، تقريبا ما يعادل نص كوب. سعة الكوب اللي رح استخدمه للمقادير اليوم هو 250 مل. الزبدة رح ننزلها، طبعا زبدة تكون لينة، رح نتركها يعني مدة ساعة لساعة ونص بخارج التلاجة وما بصير تكون سائلة أبدا. ضفنا الكوب السكر وضفت عليه معلقة صغيرة من الفانيلا. رح نخلط هالمكونات بشكل سريع حتى نحصل على مزيج أو خليط متجانس ما في أي تكتلات نهائيا. لاحظوا معي كيف صار شكل الخليط، متجانس تماما ما في أي تكتلات. هلا رح ننزل على الخليط هذا بيضة بحجم وسط، طبعا لازم تكون بحرارة الغرفة. هاي نقطة كتير مهمة لنجاح الكوكيز، انه البيض ما بده يكون بارد، رح نتركه خارج التلاجة مدة اقلها ساعتين حتى نحصل على عجينة كوكيز جيدة. لاحظوا كيف صار عندي الخليط متجانس تماما ما في أي تكتلات، وهي النقطة مهمة جدا. هلأ صار جاهز لحتى نضيف المكونات الجافة. رح نحط المصفاي الناعمة كتير، رح أنزل كوب وربع من طحين متعدد الاستعمالات، رح نضيف ملعقة طعام كبيرة من نشا الذرة، رح أضيف ملعقة طعام كبيرة من الكاكاو، والكاكاو بهالوصفة اختياري، رح أضيف نص ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من بايكربونات الصوديوم، ورح ننخل هالخليط هذا بشكل جيد جدا، وبعدها رح نحرك بشكل جيد جدا حتى أحصل على عجينة متجانسة تماما. الإضافة الأخيرة هلأ للعجين، رح نحط كوب من الشوكولاتة أو حبيبات الشوكولاتة المخصصة لعمل الحلويات موجودة بالأسواق. إذا ما توفرت ممكن تستخدموا لوح الشوكولاتة المربعات الكبيرة وتتقسم إلى قطع صغيرة وتضيفوها على الكوكيز كمان ممكن. هلأ رح نضيف من كوب لكوب وربع، وبدي أحرك بشكل جيد جدا حتى أتأكد إنه حبيبات الشوكولاتة تداخلت تماما مع العجينة. هلأ رح نقدر بملعقة الطعام مقدار من العجين، رح نعمله على شكل كور صغيرة ونحطهم بهالصينية هاي، لأنه العجينة عندي لازم تنحط بالتلاجة لمدة ساعة كاملة قبل الخبز، وهي واحدة من أسرار نجاح الكوكيز. لازم العجينة تنحط عندي ساعة كاملة بالتلاجة قبل عملية الخبز. على صينية الفرن حطينا ورق الزبدة،
طبعا وزعنا حبات الكوكيز بشكل في مسافة بين الحبة والتانية، رح نخبزهم بالفرن على درجة حرارة 165 لمدة 20 دقيقة، وبدنا نراعي انه تكون الصينية في منتصف الفرن. في البداية رح نترك الحبات على الشكل اللي امامكم، وبعد ما يمر عليهم 10 دقائق رح نضغط عليهم ضغطة خفيفة بالمعلقة حتى نحصل على الشيب او الشكل الدائري اللي امامكم، وبعد هيك منطلعها من الفرن ومنتركها تبرد لمدة 20 دقيقة كمان. بتكون هيك الكوكي صارت عنا جاهزة، منحتفظ فيها بمرتبانات طبعا جافة ومضغوطة بشكل جيد، ممكن تقعد عنا من أسبوع ل10 أيام. بتمنى إنكم تجربوا وصفتنا وتنال إعجابكم. صحتين وألف عافية، وإلى اللقاء في وصفة جديدة مع مأكول العافية.